اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من الزغلول بيحكي. جماعة انا متضايق، انا زعلان، انا كنت نايم بامان الله لحد ما نزل الفيديو تبع ابو الرب. قمت واهلي بلشوا ينادوني ابو ضرطه بالبيت سبب ابو الرب. هشرح لكم الموضوع بالتفصيل، بس قبل كل شيء شايفين هذا الحيط؟ انا رجعت جبت حيط جديد لكزنتي لانه قاعد بظبط وضعي في روسيا، فاللي بتابعني على الانستغرام بفهم كل القصه، يعني في كراش جديد. المهم اللي صار انه انا وابو الرب سافرنا مع بعض اكثر من مره، رحنا على كينيا مع بعض، رحنا على دبي مع بعض، رحنا على مصر مع بعض، وفي الثلاث بلدان هدول صدفت انه انا وابو الرب بنفس الغرفة. احشرح لكم عن هذا الموضوع باخر الفيديو، بس اول اشي خلينا نشوف الفيديو تبع ابو الرب. وبالنسبة طبعا للكومنتات برضو حنقرأها بالاخر، نشوف تعليقات الناس. وصلت تعليقات الناس، ناس قاعد بتحكي عني ابو فسوة وابو ضرطة. هذا انا، وانا حاليا في اصغر فندق في العالم حسب كثير مواقع عالمية. السؤال، هل رح اقدر اتحمل ليلة كاملة في هذا الفندق ولا حيأس في نص الطريق؟ احضروا هذا الفيديو عشان تعرفوا. والله بداية اسطورية كزتي. بدأت القصة لما زغلول كان بده اجازة. ليه ما نروح اجازة؟ نروح ننبسط يا زلمة، نروح على اوتيل، نروح على مزرعة. الدنيا صيف، ولأنه ابو الرب صاحبي طبيعي اقول له بدنا نروح نصيف، احنا اجواء صيفية، لازم نروح نسبح، لازم. فعطول شينا اغراض الرحلة واتجهنا باتجاه منطقة في الأردن بعيدة عنا 3 ساعات اسمها الشوبة. قلت لك قديش ضايلنا على الطريق؟ ساعة ونص. طبعا ما حدا يستغرب من القعدة اللي انا قاعدها هاي، اضطريت هيك اقلب وجهي عشان اعرف احكي معه. انا ما عملت حساب انه الطريق للصحراوي فيه مطبات. قلبي وشو بديله؟ طبعا زغلول مبسوط ومكيف انه رايحين اجازة، بس اللي ما بيعرفه انه احنا حاليا في طريقنا لاصغر فندق في العالم، وانه هاي الليله راح تكون اصعب ليالي حياتنا. ايش احكي فيه؟ انتوا قولوا لي. انا متاكد كل واحد فيكم عنده هذا الصاحب المتخلف غبي. يعني انا قلت له ليه ما نطلع نسبح، شرحت له الموضوع يعني مزرعه وتير انه بدي مي، يعني بدنا هيك اجواء صيف زي اي بني ادمين طبيعيين طالعين ينبسطوا. الفندق اللي احنا رايحين له زي ما شفتوا حيكون كثير خرافي. إذا فاهمين طول الطريق قاعد بشجعني على الأوتيل، رايحين على إشي خرافي. ولي هيك أتصور شغلات أحكي أوف كيف مطاب في رص الهاي واي. الله سترني هون، الحمد لله نجت على مطب. يعني اوكي يا جماعه، اوكي يا جماعه، ايه وين الاوتيل؟ حرفيا دخلنا بين جبال. انا قلت ايه ابو الرب خاطفني، وين الاوتيل؟ انا كنت مستغرب كيف اوتيل بالصحراء. والله يا جماعه هو منظر الاوتيل اسطوري الصراحه، كرييتيف ابو علي، كرييتيف. حتعرف مين ابو علي هلا من الفيديو. اي جد، اول شيء التقينا بعم ابو علي، بصراحه كثير كتكوت هذا بجنن. ابو علي بجنن. يا هلا فيكم، كيف الحال؟ والله الحمد لله. يلا نشوفكم. يلا اهلا وسهلا. في هاي المرحلة يا جماعة تقبلت الموضوع، قلت خلص ما في مسبح، ما في اي شيء، خلص بدنا ننبسط باللي موجود. في كرت. المهم هون كان ابو علي عم يشرح لنا عن الاوتيل، كيف الواحد بينام فيه، وكل الحياة حلوة لحد الان، لحد ما اجى وقت النوم وهيك بلشنا نستكشف غرفتنا الجديدة. طبعا ابوس ايديكم صفحات الميمز والريدت، ما تعملوا لنا تصميم، وحبينا نعمل اشي اللي كل يوتيوبر بيعمله. ليش انا وابو الرب نايمين؟ يلا جولة في بيتنا، يلا 3 2 1. طبعا طلعت اسرع جولة في التاريخ. على فكرة يا جماعة بعيد عن كل شيء، جد البيت حلو مظبطه كثير من جوا، يعني هو كثير مريح. انا خاطب يا زلمة، شو جابني انام جنبك؟ وانا شو ذنبي انه انام جنبك؟ ليه انا مبتلى انام جنبك في كل مكان بروح عليه؟ اروح على دبي انام مع ابو الرب، اروح على كينيا بنام جنب ابو الرب، اروح على مصر برضو ابو الرب، خلاص انا شو ذنبي يا زلمة؟ واجا وقت النوم وبدأت المشاكل تطلع. هون المشكلة، بلشت المشاكل تطلع. مش عارف كيف اشرح لكم الموضوع، ولكن الموضوع كان مش بايدي. انا بني ادم بالاخر يا جماعة، زي اي بني ادم بالحياة لما ياكل اشي والله ما انا عارف كيف اشرح لكم اياه. زغلول قاعد تفسي؟ ليش خللك؟ طب انا ماخذ راحتي وانا نايم. بني ادم ماكل بيض بلدي وماكل لبنة بلدية وكل شيء بلدي، ايش متوقع؟ وبيبسي وشاي بعديها. في ريحة زي الخ طالعة منك. يا حبيبي على اللي بفسي ريحة ورد، ايش الواحد بفسي يعني؟ شو الفيديو هذا عن الفسبوك؟ ايش متوقع الواحد يفسي؟ مسك؟ شو عامل لك يعني؟ اكلنا كل شيء طبيعي. الواضح انه البيض البلدي. بغض النظر بس العشاء جد اسطوري، بس ما كنت عارف انه معدتي هيك حتعمل يعني.
كسر الاعصاب زغلول. ايش اعمل لك؟ والله مو ذنب يا جماعه، يعني بني ادم بني ادم بالضبط، هذا اللي اوصلكم اياه. انا بني ادم، يعني الواحد بس ينام كل جسمك هيك مرتاح، ريلاكسيشن. اشرح لكم اياها علميا فقره هل تعلم مع زغلول. انت بس تتمدد صديقي العزيز، المعده تنفرش، فبتبلش الغازات تتمعمع مع بعض وبيطلعوا. هذا اللي بيصير. والله لو انه زغلول بالع سيفون مش هيك. انا بني ادم طبيعي، يعني انت ما بتشمش حالك وانت نايم. ايش في؟ اسمع اقسم بالله انك مستفز يا زلمه. والله مو ميدي. بس بعد معاناه طويله. معاناه طويله اه؟ ماشي انا فسيت، اوكي؟ ايش خير هذا الزلمه ما بيستحمله بني ادم، وانا متاكد والله يعينك يا صبا. طبعا كلكم بتعرفوا عن مشكلتي مع الشخير، انا كثير بشخر. طبعا انا شو دخلني؟ انا شو ذنبي؟ انت بني ادم عندك مشكله روح حلها، اما انا اتورط ويتشخر في داني كل ما اروح مكان معك ليه؟ كفي شخير خلاص. وزغلول ما قدر يتحمل هذا الشخير وما ظل عنده غير خيار واحد عشان يقدر ينام هاي الليله. تعرفوا اللي بضحك بالموضوع؟ انه وانا نايم فوق صوت الشخير وصلني، يعني نمت على الهوايات احسن، يجيني ضبع ولا كلب يعضني احسن من انام مع شخيره بالرب. طبعا ولا في اي احساس انه في بني ادم كان جنبه، اعطاها نومه، الزلمه لما يغوص بالنوم والله لو ايش ما صحي. هاي جايز. ما في احساس ابدا عند هذا البني ادم. جيش. نعم يا سادة، زغلول نام تقريبا 4 ساعات ونص يا نتن. صباح الخير حبيبي. صباح الزفت عودتك. طبعا الزلمة صحي منكد، اشي متوقع يعني. لا وانت ان شاء الله ان شاء الله كنت متوقع اشي تاني، يعني واحد نايم فوق السيارة 4 ساعات ونص بدك تستحي. جماعة محمد مبدع بالإدت بصراحة. زغلول وقف على طرف الوادي وبلش يفكر. حسيت حالي بمسلسل بهاي اللقطة. سعدي لك محمد حطه. كيف رح اكمل نوم اليوم؟ الله عليك يا محمد! مبدع! ملك الادت! والله يا ناس تعلم، مستحيل انام جنبك. انا جد متضايق كنت يا جماعة، وانا عندي صداع، مش من النوم فوق، لا لا لا، من الشخيرة! حتى انا مش معي. ايش يا بتواسيني يا قاعد؟ عارف لك اصيل. رضاني، بس انا من كتر التعب يا جماعة ما خلاص ما حسيت حالي، مش قادر، تعبان! وكتر التعب بطلت احس بشخير ولا بالرب. فكركم المشكله وصلت لهون؟ لا لا، خلينا نشوف الكومنتات بعدين بحكي لكم على قصه السفرات. مسافر على روسيا بدون زغلول، ولما بغى يروح على هذا الفندق خذ زغلول مع يا كرمك يا شيخ. فانتوا ليش كسرت المكتب؟ زغلول كان شغال معطر جو للفندق، هذا اللي ركزت عليه. طبعا في كثير كومنتات على الموضوع، زغلول معطر جو، زغلول بفسي، زغلول الاكل البلدي مش طبيعي معه. وسامحك يا ابو، بس احكي لكم هالشغله. لما كنت مع ابو الرب بدبي، تعرف شو اضطريت اعمل عشان اشخيره؟ السرير اللي كانوا معطيننا اياه اول يوم، والله العظيم صباح الله يعينك، والله الله يعينك، الزلمه هذا مش طبيعي. انا نايم اكلت بوكس وقلنا ماشي، بعدين اللي شخير اقسم بالله طلعت صاحي للساعه 7 الصبح ما نمت. مشيت اول يوم، ثاني يوم ما قدرت اتحمل والله. اكتشفت انه في هاي الفرشه الكبيره انه مقسمينهم تنتين، في سحاب بالنص، فتحت السحاب اخذت واحده ونمت على الارض عشان ارتاح من شخيره ابو الرب. هاي هي أنا أكتر من الفسوة، أنا اللي عانيت مش هو. لازم أنا لما أسافر أو لما نطلع لأي مكان خلص، لا أنا فسي عنده ولا هو يشخر عندي، لازم نلاقي حل. وهذا هو كان الفيديو لليوم، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وترقبوا الفلوج. فلوج إشي أون فاير على الآخر. مع السلامة. بسهر قد ما بكي وبصحى بأيوة، بحكي مين ما بكي وبسكر أول.